يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، العدسات التي توضع على أعين النساء بقصد الزينة لأزواجهن، وكذلك الرموش الصناعية التي توضع على العين لنفس القصد، هل هي مباحة؟ هذا كله من التزوير والباطل ولا يجوز. إنما العدسات عند الحاجة، إذا كان بصرها ضعيف تحتاج إلى العدسات، أو إن عينها فيها عيب وتغطي هذا العيب بالعدسة لا بأس. أما أنها عينها جميلة ونظرها قوي ولا هي بحاجة إلى العدسة، وإنما من باب الزينة، فهذا لا يجوز، هذا من التزوير. نعم. يقول فضيلة الشيخ ولا الرموش أيضا، الرموش أيضا ما تجوز. نعم.